المؤتمر كان رائع، أوراق العمل كانت جميلة ورائعة وثرية، المداخلات أيضا كانت ثرية ورائعة، هنالك عدة آراء من مختلف الأطياف العربية. طبعا أنا سعدت جدا بمشاركتي في هذا المؤتمر واستفدت استفادة كبيرة منه. رأيي أنه المؤتمر إن شاء الله يخرج بمخرجات مفيدة وقد تنفع الوطن العربي بالذات المرأة العربية، لأن هناك ثورة خلاقة جميلة للمرأة العربية والكردية. أنا سعدت بما رأيت وما شاهدت، أتمنى أن تكون المخرجات أيضا لصالح المرأة، وأيضا أتمنى أن يكون هنالك مخرج جميل جدا لصالح المعتقل السياسي العاتق في السجون المقصور عن حريته وعن حرية الآخرين وحرية محاميه بالاطلاع عليه أو ما يجرى له في الداخل. أنا جدا ممتنة وأرجو أن يكون هنالك أكثر مؤتمرات سابقة قادمة يعني تفيد المجتمع بشكل عام.